الحين بننتقل للجولة الثالثة وكذلك 14 سؤال نشوف مين اللي يقدر يجاوب عليه ولا لا. محمد الدهني كلنا صدقنا بنجاوب صح ان شاء الله. محمد المسعود يا رب سترك وعفوك اطلع بفلوس. يقول السؤال ما عاصمة دولة الهند؟ نيودلهي. برافو عبد المجيد طويرش. السؤال لك شاب بلغني ما فهم زين. السؤال لك 30 ثانية. طيب السؤال ما هي عملة اليابان؟ اليان مارك بيزو. اليابان هاي طويرش 15 ثانية. عشر ثواني. مارك هي اليان طبعا. معوض خير حبيبنا محمد آل عثمان كن متفائلا. يقول السؤال ما عملة اليونان؟ دراخما. دراخما إجابة محمد عثمان. دراخما طبعا إجابة محمد عثمان. روعة. عبد المجيد الفوزان السؤال لك ما شاء الله 30 ثانية. يقول السؤال ما عملة سويسرا؟ فرانك شلين يورو. أفكر بصوت عالي. سويسرا من الاتحاد الأوروبي طبيعي أن يصير يورو ولكن أبغى أفكر زيادة. حذف إجابتين رقم ثلاثة. حذف إجابتين رقم وإجابة بصح فرنك يورو. طبعا بس أنا قاعد لازلت أفكر بصوت عالي 100% أنه يورو ولكن الفرنك أذكر أنه فرنك إيش يعني تبع أي دولة. فرنك يورو. يورو. معوض معوض خير حبيبنا عبد المجيد. فرانك الإجابة الصحيحة. ننتقل لسالم الخنفرية. السؤال لك برضو خلال 30 ثانية. ما عاصمة كوبو أو كوبا؟ هافانا لاباز لوسكا. هذا موجود السؤال ذا دائما نشوف هذا. ما عاصمة كوبا؟ أنا كاني قاري أنا وفارس قبل شوي. هافانا لاباز لوسكا. حذف إجابة رقم أربعة. حذف إجابة. اختار الصندوق رقم أربعة. هافانا لاباز. عشر ثواني يا سالم. هافانا. هافانا هذه إجابة سالم الخنفري. طبعا الإجابة صحيحة. يا سلام تقول السؤال هذا مجاب عمر الملحم. أنا قاري هافانا. السؤال لك يا عمر ركز زين. يقول السؤال ما عاصمة بلغاريا؟ بوخارست صوفيا أثينا. صوفيا. صوفيا الإجابة. والسؤال الأول ما مضى حتى ترى سؤالي ما مضى. سالم وبندر أبيك بس خلني أقول بندر سؤال لك ما عاصمة السنغال؟ لوسكا داكار كيفالي. ركز بس خلني بندر ركز شباب حنا بعدين نشوف من اللي ما مر وما هذه سهلة. داكار الإجابة صحيحة. إجابة صحيحة بندر. ننتقل فارس بشيري السؤال بسم الله لك. ما اللغة الرسمية للأرجنتين؟ الإنجليزية الفرنسية الإسبانية. الإسبانية الإجابة يا فارس بشيري. صح صحيحة كسان. طيب حلو. عبد الله بن دفنة السؤال لك برضو خلال 30 ثانية. هنا في الجولة الثالثة. ما هي عاصمة الصين؟ عادي أفكر بصوت عالي. بكين مستحيل لكن بكين.
بكين. إجابة الصحيحة برافو. تستاهل عبد الرحمن. هاي زايد السؤال لك. نشوف السؤال عبد الرحمن زايد. احنا في الجولة الثالثة. ما عاصمة دولة سريلانكا؟ بكين، داكار، كولومبو. كولومبو. كولومبو عبد الرحمن. إجابة صحيحة وسلام. صالح الزهيري. برضو خلال 30 ثانية. ركز في السؤال. ما هي عملة فرنسا قبل اليورو؟ فرانك. الين. فرانك. 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 الإجابة صحيحة برافو. يا سلام عليك. محمد الذهلي السؤال لك. يقول السؤال. ما هي الدولة التي عملتها الأوقية؟ موريتانيا طبعا. موريتانيا. الإجابة برافو صحيحة. الدولة التي عملتها الوقاية من العملات. الوقاية من العلاج. قالوا مش الوقاية، يعني حافظة حاطة وقاية. لا قمت أتفلسف. طيب منيف الخمشي السؤال لك 30 ثانية. ما لغة النمسا؟ الألمانية، البلغارية، الفرنسية؟ الألمانية. الألمانية. يا سلام. رائعين. ننتقل لسعد السبيعي. يلا سعد. يقول السؤال. ما عملة الجزائر؟ الدينار، الفرنك، اليورو؟ الدينار. الدينار. الإجابة صحيحة يا سلام عليك. هذه الدولة انتهينا منها. اللهم لك الحمد. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله. لا إله إلا الله.